هاد الشيء راه ماشي حنا ساكنين في كاريال، غير الديكور حطينا. كل حلم ديالي انه يكون عندي على الاقل واحد الكوان فين نقدر نخدم وفين الماطريال اللي غنحتاجو باش نقدر نخدم. الو فاش حققته فرحان انني غنبارطاجي معاكم باش اي واحد اللي عنده شي حلم نعطيه واحد الموتيفاسيون ونقولوا بلي راه حتى حاجه ما مستحيله، وخا الشيء اللي عندي راه ماشي شي حاجه اللي هي خياليه، مي راه شي حاجه خياليه بالنسبه ليا لانه فريمون ما كان عندي والو، بديت من تحت الصفر، ولكن بيان سير مع الخدمه والاستمراريه كتبان النتيجه. اول بارتي غتكتشفوها معايا العشران هي هاد البارتي هادي ديال الباكغراوند الرئيسيه. هاد لي بانو اللي ورايا كيديروا واحد الدور اللي هو مهم بحكم ان الصوت كيجي من هاد البلاصه هادي هنا فين كاين البيرو بيفون، كيجي منهم الصوت وكيضرب لي نيشان هنايا. الوغ هاد لي بانو هادوك بحال لا كيمصوا الصوت واحد شويه، او ميم طون كيعاونوا باش ان داك الصوت ماشي يبقى يضرب في الحيط ويعاود يرجع واللعيبات. الوغ هادو صراحه دايرين واحد الدور اللي هو مهم ابار الدور ديال الديكوراسيون، لانه انا صراحه اختاريتهم بهاد الطريقه واستفدتهم بهاد الطريقه على حساب الديكوراسيون. كيفما كتشوفوا صراحه كيعطوا المنظر اللي هو زوين، والفوق كاين هذوك اللعيبات راه هما الناموسات ولا اش كيقولوا لهم عاوتاني نسيت المونيكات ولا النونوسات، قلت لهم الناموسات. حتى الطاجيره هنايا الفوق على 20 كيف ما كتشوفوا ست في هذوك الكارطونات ديال داك الماتريال اللي تنخدم به اللعيبات، بحكم الماتريال كتكون شي حاجه كتبقى مزيانه كنبغي نعاود فيها البيع ولا شي بلان، الوغ الكرادن ما خدتش اللوحه. اون ميم طون عطاو صراحه واحد الديكور اللي هو زوين هنايا، اللور عطينايا كلافي مايك هادشي ديال البيسي واللعيبات لي كارت الصون كراتن ديال الكاسك ديال المايكات ديال الكارت مير لا. ولتحت العسران كاينه هاد البلاصه هادي هي فين كنرتاح شي شويه، هذا بحال اللي قلتو فوتوي وان طون كيتحل من الداخل حاط فيه حوايجي فوتوي. المهم لتحت حاط فيه حوايجي واللعيبات حيت كيتحل، وهنايا راه كنبقى هنايا فين كنرتاح، هنا فين كنرتاح فاش كنبغي نتفرج وفين كنعاسو بزاف ديال البلانات اخرين. الو غدا هو الكوان العشران، ولكن واحد الباليزه اللي ما كندير فيها والو. هاد الباليزه هادي عندها واحد القصه العشران هي هنا. هاد الباليزه شريتها بزز مني غير باش نقدر نجيب فيها واحد البيفان اللي حيت ما كاينينش في المغرب، غنوريهم لكم راه هما باش وليت كنخدم وجاو في هاد الباليزه هادي صافي وما كانش عندي فين نحطها. الو حطيتها هنا صراحه هي عطات واحد الديكور زوين وكنبان بحال شي واحد بيزنس مان كل مره في دوله وانا راه ما عمري في المغرب العشران. الكونسيبت ديال هاد الهوم ستوديو العشرين حاولت ندير بزاف ديال لي باكغراوند باش كل مرة نقدر نصور في اتجاه في شكل. هنا هاد البارتي صراحة حاولت ندير فيها ديكوراسيون اللي هي زوينة، أو ميم طون كان مهم أنني نقاد إيزولاسيون، هنا خصني ضروري إيزولاسيون حيتاش البيرو فين كنخدم كاين في هاد البلاصة هادي، غتشوفوه معايا في الأخر الفيديو، أنا مخلي لكم أحسن بارتي في السيتوب هي الأخرة. ألو هادي هي الديكوراسيون العشرين، هنايا حاطة اللعيبة صيفطوا عليا يوتيوب، اللعيبة فاش وصلنا ل 100,000، هنا التروفي ديال 100,000 العشرين، تما واحد اللوحة التشكيلية هي اللعيبات كيف ما كتشوفوا. هنا هاد البلاصه صراحه هي افضل بارتي عزيزه عليا في هاد الكوان هذا، هي المكتبه الصغيره، هنا تنحط فيها الكتوبه القران الكريم فهمتوا، شي حاجه ديال الدفتر اللي بغيت نكتب شي لعيبه شي سكريبت شي بلان. هنا هاد البلاصه نخليها صراحه تنحط فيها غير داكشي ديال بحال مثلا لي زيات هادشي ديال الشارجور ديال الكاميرا، ومن الجهه الاخرى هنا داير علاقه ديال الحوايج، المهم تنحط فيها دوك الحوايج اللي بحال كخصهم يتعلقوا بحال قميجه ولا كويره، المهم كاسكيطه شي تخربيقات انتوما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وديما كنحاول نحترم لاشارت، انا عندي لاشارت هنا هي الصفر الباج الكحل الابيض ماكسيموم، هادو هما الالوان العلاقات اللي درتها باش هذا هو البلان العشرين. وصلنا دابا الباك جراوند رقم ثلاثة، صراحة هاد البلاصة شوية كومبليكي في التصاوب ديالي حيتاش هاد الباك جراوند فيها الباب كيف ما كتشوفوا هنا العشرين كاين الباب، وماشي ساهل صراحة باش تصور ولا باش دير واحد الديكور اللي هو زوين وانت وراك باب. الو هاد لي بانو اكوستيك عتقولنا هاد الموقف، ديما محافظين على لاشارت كيف ما كتشوفوا نفس اللون الباج مع الكحل هنايا حيت الباب قهوي، درنا لي بانو الاخرين كحلين ومربعين. المهم كانت هادي هي الباك جراوند رقم ثلاثة، وباش تكون الايزولاسيون زوينه في الروم ديالنا ضروري خصنا نديرو دي بانو اكوستيك حتى في السقف، كنتقبوا الحيط وكنشدوهم بواحد السلسله كيعطيو واحد الديكور اللي هو زوين. الو هنايا كاينين ثلاثه ديال لي بانو اكوستيك على هذا الشكل هذا، وفوق من البيرو والبلاصه فين كنجلس كاين هاد لي بانو اكوستيك على هذا الشكل هذا كيفما كتشوفوا هنا. وجدوا لي راسكم على 20 حيتاش دابا غنتقلوا لاحسن بارتي في الفيديو. البلاصه اللي ورايا هي خدمه ديال بزاف ديال السنين صراحه، يعني باش تبدا من الزيرو وما يكون عندك والو وتبني واحد الماتريال اللي القيمه ديالو يعني سويه الملايين راه ماشي سهله. هيلو فاش كنكون ال 20 خدام راه بيان سيغ هاد المايك غادي يرونجيني الا كان قدامي واللعيبات، الوغ كنشدو بحال هكا كنطوي بحال هكا وتنرجع هاد اللعيبه اللور بحال هكايا باش نبقى نخدم هنايا في هاد ليسباس. الوغ في هاد ليسباس هذا عندنا ثاني حاجه هي هاد البيانو هذا ولا كلافي ميدي خدامه ليا اليز ما فيها حتى شي مشكله. ال 20 هاد البلاصه هنايا فيها درام باد هنايا فين لا بغيتي تضرب
المهم درون باد واللعيبات راكم عارفين البلانات على 20، وكيفاش كنبغي نخدم على 20 غادي تكون بعيده عليا السوري واللعيبه. صافي فاش كنبغي نعزف شي لعيبه ولا نضرب شي ميلودي كنخرج هذا الكلافي، فاش كنسالي منك كتدخل بحال هكايا الو دير واحد السكه تمايا بحال اللي كتكون في المجوره، كتدخل هنا باش كتقدر انك تخدم مرتاح. هذا هو الكاسك باش كنخدم اوديو تكنيكا M40X، صراحه كيعطيني غوزيتا اللي هي زوينه، مده طويله هو اللي عندي، قريب غادي نبدلو ان شاء الله، مي صراحه لحد الان خدام مزيان. المهم هنا عندنا الاشران كلافي رايزر ولا رايزن نسيت. المهم كلافي اللي فيه هذا اللوغو هذا هذا فيديو شبعان اشهارات فابور. المهم هذه الكلافي باش كنخدم صراحه ما زويناش ما عجبتنيش، هي زوينه ولكن كيف ما كتشوفوا شريتها جديده والثمن ديالها غالي وتقشرت لي هذه العيبه هذه، باقا ما ضربت عندي حتى شي عام بقات تقشرت لي هذه العيبه هذه. هاد الطاب بي ار جي بي صراحه زوينه كتعطي واحد الديكور زوين فيها الاضواء التوشيات هذه الطابي اللي كنخدم. هاد الصور اللي كنخدم بها هنا هي مارفو جي 961 صراحه خدامه اليز ما فيها حتى شي مشكل، المشكل ديال الواحد هو التقابي كيبقاو يجمعوا الغبره هنايا والتوشيات، بالنسبه لي ماشي شي حاجه اللي مشكل ولا كذا. المايك جا عند خوه او خوه. المهم هذا ماشي خوه، هذا مايك يو اس بي، هذا المايك الثاني في هذا الارم هادي فاصل بزاف استعمال ديالها، كدير لها طق طق كتمشي معاك فين ما بغيتي. المايك راه سميتو ماونو 20، صاحبي اي واحد ان الثمن ديالو رخيص وصراحه خدام مزيان، خدام لي مده طويله، الثمن مزيان كنديرش عليه ريفيو غتلقاو في لاشين. الو هذا هو المايك الثاني باش كنخدم. دابا علاش غندوزو، دابا غندوزو الكارتسو، هادي الكارتسو باش نخدم ام اوديو ان تراك جوج اكس جوج، هي قديمه شي شويه ولكن فريمون خدامه ليا بخير، واكثر حاجه زوينه فيها هي انها فاش كتبغي دير الصوت كديرها بحال هكا، كتبغي تلقى الصوت كديرها بحال هكا ماشي بحال دوك سكارليت وداكشي خصك تفهمشي معاك شي شويه باش تكونتروليها وكذا. هاد اللي كانوا قدامكم ال 20 هي ام اس اي شحال بوست 20 واقيلا 27 بوس ناري الفوكا. هاد ليكرون فيها الالوان حقيقيين، اي بي اس كتعني ان الالوان كيكونوا حقيقيين، الانسان العادي تقدر تبان ليه بحال باهته ولا شي لعيبه هي ما كتكونش كتبان بحال باهته بزاف، وكلا تفرجتي بها فشي فيلم ولا لعبتي بها شي لعبه غتبان لك الالوان الحقيقيين، ما غتحسش بدوك الالوان بوستين باش تتمتع بالفيلم، غتحس الالوان حقيقيين مديوره للخدمه. هاد ويب كام هي لوجيتيك 930، صراحه ما عجبتنيش بزاف، ما عجبتنيش صراحه، فيها دي بروبليم ما ننصحش بها نشريها. الى بغى يشري ايكرون شي واحد الى بغى يشري ويب كام من الافضل يمشي يشري ويب كام 60 اف بي اس، هذه 30 اف بي اس كتخرج غزيت زوينه ولكن كتمحنك باش انك دير البارامتر ديالها وداك الشيء كتمحنك سيتينغ ديالها، خصك تبقى تقاد والروينه باش تعطيك اف بي اس اللي هو زوين. كيف ما كتشوفوا ال 20 هذه هي السيبوره اللي شاده ليا ليكرون اللعيبات، هي قدامكم السيبوره ال 20 صراحه زوينه كتشد ايكرون وحده وعاونتني بزاف، عطاتني لي سباس باش انني نقدر ندير كارت الصون لتحت، بعض المرات فاش كنكون محتاج انني نشوف ليماج حدايا ولا شي لعيبه هاد السيبوره كتحرك كتزيد حتى لقدام ليكرون كنحطها حدايا، من بعد عاوتاني كنرجع اللور، يعني كتخليك تحكم في السيبوره بواحد الطريقه اللي هي زوينه. بغيت تصور شي فيديو كنشد ليكرون كنطويها وتنحط اللور وتنحط هنايا الكاميرا، يعني هاد السيبوره بالنسبه ليا شي حاجه اللي مفيده بزاف في السيت اب. دابا وصلنا لاهم حاجه هي المونيتور ستوديو، هادو هما لي مونيتور ستوديو باش تنخدم على 20 كاركا، باقي يلاه خديتهم مؤخرا، الحجم ديالهم كبير، ها انتم شوفوا يدي قداش، يدي يلاه جات قد السفر، الحجم ديالهم كبير، هادو الموايان تقريبا ديال كاركا، كاركا روكيت 7 جينيراسيون 4، المهم الحجم ديالهم وداك الشيء كيتسمى هو السبعة كتعني الموايان ديال كاركا، شي حاجة بحال هكا. المهم الحاجة اللي كتميزهم صراحة هو أن الفتحة عندهم هنايا القدام، والحاجة اللي كتميزهم كاع أكثر هو أنهم من هنا راهم طوالين من اللور، اللور ديال هاد البيفان فيهم واحد اللعيبات كتقدر أنك تكونتروليهم على حساب الغرفة والحجم ديال الغرفة اللي انت حاطهم فيها وبزاف ديال اللعيبات، وفيهم ابليكاسيون كدير مع التليفون فيها شي ميزات هكا اللي تقدر تحتاجهم واخا انا ما كنحتاجهم في والو، حاط فوقهم هاد المحيقات ديكور توشيات لعيبات. هذا هو الوحشه ال 20، هذا هو البيسي باش كنخدم حاليا صراحه خدام ليا بخير بالنسبه للخدمه اللي تندير، المهم كنخدم به الميكساج المونتاج بزاف ديال الامور. ديجا هاد البيسي درت عليه فيديو توشيات غتلقاوه في الديسكريبسيون حتى هو يا ال 20. هنايا الفوق ال 20 داير واحد التلفازه حيت كنكون جالس تما كنتفرج فيها كندير فيها الافلام العيبات، صراحة هاد التلفازة بالنسبة لي انفستيسمون دايرها باش نقدر نتعلم لونجلي ولعيبات كنحاول نسمع بها الافلام بلونجلي بزاف. هاد ليكرون اللي عندي ديجا كبير وكافي باش نتفرج بها في الافلام، وكيما كتفرج فيها حيت كيما قلت لكم هادي ديال الخدمة لي كولور فيها اي بي اس، لي كولور بحال باهتين واحد شوية ماشي كتحس بهم بوستين مزيان، كيعطيك واحد الفرجة ممتعة جدا، هادي لي كولور ديالها واعرين. إلا عجبك الفيديو دير لايك بارطاجي دير شي كومونتير زوين شي كلمة شجعني بها شي لعيبة، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، بيس.